الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عصاك وعكازك هما يعزيانني. كتير قوي من الناس بتسأل ما هو المقصود بالعصا وما هو المقصود بالعكاز. هما يعزيانني غريبة شوي، كيف تعزيني عصا وكيف يعزيني عكاز؟ طبعاً عصاك وعكازك هما يعزيانني، هما جزء من آية شهيرة جداً في مزمور شهير جداً جميل جداً، هو مزمور 23. تعالوا ناخد بركة هذا المزمور ونقرأ. الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي. عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي كأسيرية، إنما خير ورحمة يتبعاني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، مجدا للثالوث الأقدس. عصاك وعكازك هما يعزيانني. مزمور 23 بيقولوا عليه الآباء هو جوهرة المزامير، وهو طبعا واحد من المزامير اللي رتبت أمنا الكنيسة إن إحنا نصلي بيه في صلاة الساعة الثالثة، تذكار حلول الروح القدس على التلاميذ. وكان برضو المزمور ده بيصليه المعمدون في الكنيسة الأولى بعد نوالهم سر المعمودية، سر العماد المقدس. العصا والعكاز هما أو كان من الأدوات البسيطة والقليلة اللي كان بيستعملها الراعي قبل زمان الميكنة. دلوقتي بعد الميكنة وعصر الميكنة واستخدام كثير من الآلات في الرعي وكثير من المهن الأخرى الوضع اختلف، لكن قبل كده كان العصا والعكاز هما من الآلات أو التولز أو الأدوات البسيطة التي كان يستخدمها الراعي، منها العصا والعكاز. وسجل لنا حتى الكتاب مثالين شهيرين جدا 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 عن العصا مثلا. فاحنا عارفين عصا موسى اللي عمل بيها كل المعجزات بقوة الله وبسماح من الله، هي أصلاً كانت عصا الراعي اللي كانت مع موسى أيام ما كان بيرعى غنم حميه يثرون أيام في أرض مديان الأربعين سنة اللي قعدها هناك. والحقيقة في عصا شهيرة تانية سجلها لنا الكتاب عن داود النبي، وطبعاً واضحة جداً في أكثر من موضع، لكن أنا اخترت موضع واحد يبين قوة وقدرة هذه العصا الحقيقة، والرسالة اللي ربنا عايز يوصلها لنا بهذه العصا. وقت الواقعة الشهيرة في حواره وهو واقف أمام جوليات الجبار، المدينة المسلحة، القلعة الحصينة اللي كان محصن بكل وسيلة للتحصين الحربي في ذلك الوقت، وفي نفس الوقت مع أسلحته الفتاكة القوية القادرة اللي كان موجودة معاه. فحتى سجلها لنا الكتاب المقدس الواقعة دي في سفر صمويل الأول أصحاح 17. ولما وقف داود قدام جوليات الجبار يقول كده في آية 41: وذهب الفلسطيني ذاهبا واقترب إلى داود والرجل حامل الترس أمامه، حامل يعني رجل معاه حامل ترسه. فلما نظر الفلسطيني داود جوليات الجبار ورأى داود استحقره، لأنه كان شاب صغير
طبعا بنيته ما كانتش قويه بالنسبه لبنيه جوليات، ولا طويل مثل جوليات، ولا معاه سلاح زي جوليات، ولا معاه تروس ودروع، ولا سيف كبير معروف زي سيف جوليات الجبار، وكان واحد من السيوف المقتدرة يعني. ولما رأى داود استحقره، لأنه كان غلاما وأشقر جميل المنظر، يعني ده مش بتاع حرب يعني حسب رأيه. فقال الفلسطيني لداود: ألعلي أنا كلب حتى أنك تأتي إلي بعصا؟ يعني دي جاي بعصي، أنت جاي بالعصاية بتاعتك، فاكرني أن أنا إيه يعني؟ عصا داود وعصا موسى والاثنين سجل عنهم في مواقف قديرة جدا ومقتدرة جدا. كانت عصا الراعي طبعا عصاية، وكانت في الآخر بتكون فيها جزء متمدد كده أكبر شوية جامد شوية، وكان بتبقى قريبة للراعي، كان يا إما بيربطها على خيط في ذراعه يعني، أو بيحطها في الحزام علشان تكون جاهزة للاستخدام في أي وقت. كان بيستعملها في إيه؟ بيستعملها في خمس أمور أساسية. الراعي كان يستخدم عصاه في خمس أمور أساسية. وجود العصا في يد الراعي هي تعبر عن سلطة هذا الراعي وسلطانه، مهمة جدا الحكاية دي، وأن قدرته على التصرف وتحمل المسؤولية في أي أمر غريب. حتى في اللغة، في اللغة العربية يعني، أي واحد أما تحت العصا معناها تحت عصا الطاعة أنه مطيع، لكن شق العصا معناها أنه تمرد وأنه ضد هذا الشخص أو القائد أو الرئيس أو خلافه يعني. فحتى في اللغة شق العصا معناها أنه رفض الخضوع أو تمرد على هذا السلطان. فوجود العصا دي هل ليها علاقة بعصا المارشالية اللي بيمسكوها القوات في الحروب عشان يثبت سلطانه والأثوريتي بتاعته، والناس اللي موجودين تحته يخضعوا لهذا السلطان؟ قد يكون. لكن كانت تستخدم أيضا العصا كسلاح للدفاع ضد السراق طبعا، لأن الراعي فيه سراق، وضد الحيوانات المختلفة من الذئاب وخلافه. لكن برضو كانت غير إن هي كانت عصا إن هي تحمي من الذئاب الخارجية، كانت تحمي من الذئاب الداخلية، النوازع الغلط عند الغنمة اللي هي ممكن تخليها إن هي تنحرف بعيدا عن القطيع. فكان بالعصا دي كان يؤدب الراعي بلطف كده الخروف والغنمة عشان ترجع تاني وما تعملش كده تاني. نمرة الأربعة أن العصا أيضا للقيادة، يعني للقيادة، كان بحركات معينة بالعصا يقود الراعي قطيعه، يعني بحركة معينة كان يقود لمكان معين أو في اتجاه معين، وبحركة معينة أو بخبطة معينة كان يوقظ الراعي كان قطيعه، وبحركة معينة أو بخبطة معينة كان يوقف هذا القطيع. فكان هذه العصا أيضا لا تستخدم للدفاع فقط ولا للحماية فقط، لكن تستخدم أيضا للقيادة وللتوجيه. أيضا كان ليها استعمال خامس العصا، إن هي كانت العصا تستخدم من أجل عد الغنم، إنهم يمروا تحت العصا عد الغنم، وكان لفحص الغنم. عد الغنم مفهوم طبعا، وأشار ليهم حزقيال النبي في 20 آية 24، وأيضا في سفر اللاويين 27 آية 32. المرور تحت العصا دي جزء منها كان عد، وجزء منها كان كشف المستور ما لم يظهر، لفحص إن الغنم في حالة بدنية كويسة وما فيش مرض. فكان أما يعدي بالراعي بالعصا على الفروة كده، فكان يفتح الفروة فيبان إن كان هناك مرض لم يظهر ومستخبي بالبلدي كده تحت الفرو بتاع الغنم، فكان العصا بتساعد في فحص الغنم. يبقى العصا كانت هي رمز للقيادة والأثوريتي والسلطان، كانت هي وسيلة وسلاح للدفاع والحماية، هي أداة للتوجيه وللقيادة للغنم، وأيضا كانت تستخدم في عد الغنم وفحص الغنم.
نيجي للعكاز. هو العكاز غير العصا؟ الحقيقة العكاز غير العصا. العكاز كان عبارة عن زي العصا كده صحيح، لكن الجزء الأخير فيها معقوف كده، عامل زي العكاز الخزران بتاع زمان اللي هو ليه زي يد كده، بحيث إن هو كان ممكن جدا يستعمله إن يسحب غنمة تكون مثلا وقعت في حتة خطرة، فيروح إيه وهو مش قادر يوصل لها، فكان بالعكاز كان يقدر يسحبها. فإحنا خلينا نشوف كان بيستعمل العكاز تاني في إيه. كان بيستعمل إن العكاز ده العكاز يقرب الغنم من بعضه ويقرب الغنم من الراعي بلطفه كده، فكان العكاز بيستعمل للسند. فإن كان العصا كانت تستعمل للحماية والتأديب والقيادة وكده، العكاز كان بيستعمل للسند، للي تايه يروح يجيبه في حتة خطيرة يرجعه، فكان بيحس بقلب الراعي. إزاي العصا والعكاز، عصاك وعكازك، هو ده الفكرة، تعزيان. مش أي عصا وأي عكاز، هي عصاك، عصا الله الراعي الأعظم، راعي الخراف العظيم، وعكازك اللي بيستخدمهم في التأديب وفي السند، في العناية وفي الحماية، هم بيستعملوا ان هم يعزياني، لان هم بيشعروني ان ربنا عينه عليا، وان انا مش منسي، وان ربنا واخد باله مني، وان ربنا بيحميني. وان كان ربنا بيؤدب، لكن الرب كل الذي يحبه الرب يؤدبه، وتوريني اهتمام الله بي. وان المهم ان نعرف ان العصا والعكاز هما المصلحتي، لان انا جزء منه وابديتي هي اللي في قدامه، وهو أهم حاجة عنده إن أنا ما أفقدش أبداً الأبدية دي، لنفسي يكون أكون معاه زي ما نعيش معاه هنا وعيش معاه هناك إلى الأبد، إلى الأبد في مجد لا يدنى منه. عظيم هو إلهنا، وعجيبة هي محبته وأولاده، وغير معتادة أبداً بينا إحنا البشر اهتمامه بينا، لأن هو مشغول بينا، إحنا بنبقى مشغولين عنه، لكن هو مشغول بينا all the time. له كل المجد والكرامة في الكنيسة من الآن وإلى الأبد، أمين.